في ختام مواجهات اليوم الثاني من الجولة الأولى من منافسات كأس أمم آسيا قطر 2023، تعادل منتخبا سوريا وأوزبكستان سلبيا دون أهداف في المواجهة التي لعبت على استاد جاسم بن حمد الدولي في الدوحة. ليتقاسم بهذه النتيجة المنتخبين نقاط اللقاء بنقطة لكل منهما لحساب المجموعة الثانية في البطولة، والتي يتصدرها منتخب أستراليا الذي انتصر في مباراته الأولى على نظيره الهندي بهدفين دون رد. المباراة شهدت السيطرة من جانب المنتخب الأوزبكي على مجريات اللقاء، لكن افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى، فيما اعتمد المنتخب السوري على النهج الدفاعي والاعتماد على المرتدات، وشهد اللقاء هدفا ملغيا لصالح المنتخب السوري بداعي التسلل. يذكر أن المنتخب السوري سيلاقي أستراليا في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل 18 من يناير الجاري، فيما سيلاقي المنتخب الأوزبكي نظيره الهندي في ذات اليوم.